التكافل الاجتماعي صمام الأمان والنواة الصلبة لمجتمع متكامل. التزام أفراد المجتمع وتكافلهم واجب على كل فرد. الشعور بالمسؤولية اتجاه كل مضطر ضرورة مهمة في كل الأوقات والأزمان. وفي ظل الأزمة اللي بنعيشها، شغلات صغيرة من خلالك ممكن تحمي فيها غيرك. تبرعك بالصدقات، المساهمة في طرود الخير، تقديم الطعام لكل محتاج، المشاركة في المبادرات الخيرية من غير تجمعات كمان إشي مهم. فكرة إنك تفكر بغيرك وتشعر بمعاناة الناس فكرة بتقوي الروابط الروحية بين أفراد المجتمع وبتزرع المودة بينهم. مبادرتك بالمساعدة بأي شكل بتثبت الطمأنينة في نفس كل محتاج، بتشيل الخوف منهم وبتبدلوا بأمان. الناس للناس والدنيا لسه بخير.